السلام عليكم متابعي قناة حول العالم. اختبار شخصية مرح. قد تظن أنك تعرف نفسك بنسبة 100%. نعم، لقد كنت أظن ذلك أيضا، ولكن هناك جوانب معينة في شخصيتنا أحيانا لا نريد معرفتها، وأحيانا لا نود الاعتراف بوجودها. فهل أنت جاهز لمعرفة الحقيقة؟ مرحبا بكم في اختبار الشخصية المرح. أنصحكم باستخدام سماعات الأذن وإغلاق عيونكم خلال متابعة هذا البرنامج لكي تنغمسوا كليا في هذه التجربة. الآن ركز فيما سوف يقال وتذكر جيدا إجاباتك في نهاية الفيديو. أنت الآن تغوص في قاع المحيط حينما تشاهد حورية بحرية. أخبرني، ما هو لون ذيلها؟ بعد ذلك تقترب منك سمكة ما. ما هو نوع هذه السمكة؟ هل هي مسالمة أم مفترسة؟ تستمر في الغوص أعمق وأعمق في قاع المحيط، ثم فجأة تصطدم بمحارة، بينما هناك فتاة ما تراقبك. أخبرني، ما هو شكلها؟ بعد ذلك تقرر أن تصعد إلى السطح. عندما تصل، ترى في الأفق شاطئاً. كم عدد الأفراد الموجودين على الشاطئ الذين قاموا بتحيتك؟ استعد الآن، فها هي الإجابات. دعنا نبدأ بحورية البحر والتي يعبر لون ذيلها عن مدى انفتاحك. إذا قلت بأن لونه مثل المحيط أو أزرق أو أخضر، فهذا يعني أنك شخص خجول، بينما اختيارك للون فاقع مثل الوردي أو الأصفر فهذا يعني أنك شخص غالبا ما تبدأ الحديث مع الآخرين وتتواصل معهم بسهولة. غالبا أنت تملك الكثير من الأصدقاء. السؤال الثاني يعبر عن كيفية تعاملك مع المشكلات، فقولك إن السمكة المسالمة هي التي اقتربت منك يعني أنك شخص تستطيع التعبير بأريحية عن رأيك في الأمور المختلفة. لكن إن قلت إن السمكة تبدو مفترسة فأنت شخص غالبا ما تتجنب المواجهة. المحارة تعبر عن كيفية ظهورك أمام الآخرين. المحارة المفلطحة تعني أنك شخص منفتح على الآخرين. لكن إن كان شكل المحارة أكثر تعقيدا فهذا يعني أنك أكثر هدوءا. وأخيرا، فإن عدد الأشخاص على الشاطئ يعبر عن عدد أصدقائك الحقيقيين. إذا قلت إنهم كانوا كثيرين فهذا يعني أنك تتمتع بالكثير من الصداقات القيمة. إذا قلت إنهم كانوا قليلين فهذا يعني أنك من هؤلاء الناس الذين يعد أصدقاؤهم الحقيقيون على أصابع اليد الواحدة. وإذا لم يكن هناك أحد على الشاطئ فهذا يعني عدم امتلاكك أي أصدقاء، أو ربما أنت تعاني من مشكلة فيما يتعلق بالوثوق بأصدقائك. ننتقل الآن إلى اختبار أبسط. هل تعرف أن كيفية إغلاقك لقبضة يدك يخبرنا الكثير عنك؟ حسناً، أغلقها الآن وأخبرني أي من هذه الأشكال الثلاثة تمثل قبضتك. إذا اخترت رقم واحد فأنت شخص تحب مساعدة الناس. أنت شخص شديد الحساسية أحياناً، متردد، تحب المغامرات، تتسم بالشجاعة، وتمتلك خيالاً واسعاً ومرحاً. ومن الأشياء المهمة جداً بالنسبة لك قبول الآخرين لك. وبالإضافة إلى ذلك فأنت تعرف كيف تندمج مع المجموعة وتتميز فيها، ولكن أحياناً يتسبب ذلك في أن يستغلك البعض. وأخيراً وليس آخراً، فإنك تتعامل مع الجميع بنفس الطريقة ولست أنانياً على الإطلاق. إذا اخترت رقم 2 فأنت شخص مبدع، تملك شخصية جذابة تساعدك على اكتساب الكثير من الأصدقاء. أنت ذكي وتملك الكثير من الثقة بالنفس. تعمل بجد وعنيد، وأكبر مخاوفك هي الفشل. تحب أن يمدحك الناس ويوافقك الرأي، فأنت تعرف كيف تتميز. أما إذا كان اختيارك هو رقم 3 فأنت شخص أكثر عاطفية. أنت أيضا فنان مبدع للغاية، لدرجة أنك أحيانا مخادع ماكر. كما أنك مفكر عميق أحياناً، تعيش في أحلامك وتتبع دائماً منظورك الخاص لكي تأخذ القرارات الخاصة بعلاقاتك، بالإضافة إلى أنك تبدو هادئاً جداً. ونقطة ضعفك أنك تملك قلباً ضعيفاً للغاية، دائماً تسامح إذا ما أذاك أحد. إذا كان هذا الاختبار قد أخبرنا عن حقيقتكم فاتركوا لنا بعض التعليقات. ننتقل إلى اختبار آخر. تذكر أنه من الأفضل أن تغلق عينيك لتتخيل أفضل ما سأقول. تخيل أنك تسير في الصحراء، بعد فترة تصادف في طريقك مكعبا مصمتا. كيف يبدو هذا المكعب؟ هل هو كبير أم صغير؟ ما هو ارتفاعه عن سطح الأرض؟ بعد ذلك في مكان ما بالقرب منك يظهر درجات سلم. إلى أين تقود السلالم؟ مما هي مصنوعة؟
هل درجاتها متقاربة أم متباعدة؟ فجأة بجوار المكعب يظهر حصان، ماذا يفعل هذا الحصان؟ ثم يظهر بعد ذلك عدد من الزهور، كم زهرة ظهرت أمامك؟ فجأة تبدأ عاصفة، ما مدى قربك منها؟ هل أنت خائف؟ إذا كنت قد أجبت عن كل هذه الأشياء، فالآن قد حان الوقت لتعرف دلالة الإجابات. المكعب يمثل كبرياءك، لو كان كبيرا فأنت شخص واثق من نفسك، لكن إذا كان صغيرا فأنت شخص غير واثق من نفسك. لو كان المكعب من مادة شفافة فأنت منفتح على الآخرين، أما لو كان المكعب قريبا من الأرض فأنت شخص واقعي. لو كان مدفونا في الأرض فأنت تنكر ذاتك وتفضل ألا يميزك أحد. لو ظهر المكعب في السماء فأنت شخص حالم. السلالم تعبر عن علاقتك بأصدقائك. لو كانت السلالم مصنوعة من درجات مختلفة فهذا يعني أن أصدقائك مختلفون تماما عنك. أما لو كانت درجاته متشابهة ومتكئة بعضها على الآخر فهذا يعني اعتمادهم عليك. لكن لو كانت السلالم أكثر ارتفاعا من المكعب فأنت تؤثر أصدقائك على نفسك، وكلما كانت المادة المصنوعة منها السلالم قوية كلما دل ذلك على قوة علاقتك بهم. الحصان يمثل رغباتك وحياتك العاطفية. لو كان الحصان يقف ثابتا فهذا يعني أنك بحاجة لشخص يلتزم بالعلاقة ويكرس نفسه لها. لو كنت قريبا منه فأنت قريب من هذا الشخص. لو كان الحصان مربوطا فهذا يعني أنك تفضل التحكم في العلاقة، ولو كان الحصان جامحا فأنت تريد شخصا جامحا مثلك. الأزهار تمثل الأطفال. لو كانت كثيرة فأنت شخص تحب الأطفال ولديك بعضهم، وعلى العكس فإذا لم يكن هناك أزهار فأنت لا تفكر في الحصول على أطفال. وأخيرا العاصفة تمثل الضغوطات والمشكلات. لو كانت العاصفة خلف الأفق فهذا يعني أن مشكلاتك تكمن في الماضي ولكنها تهددك في الحاضر. لو كانت العاصفة فوقك فإن هناك مشكلات في الحاضر، مما يعني المزيد من الضغوطات في حياتك. أخبرنا لو أن هذه الاختبارات قد ناسبتك. فكر عن نفسك أكثر. اترك لنا تعليقك. شكرا على المتابعة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.